discovered a tomb in Egypt in 1961, where the remains of an alien creature who died in Egypt about 10,000 years BC. إن مخلوقات غريبة أو فضائية هي اللي ساعدت في نشأة الحضارة المصرية القديمة، وإيه هي حكاية إعادة إحياء الإله المصري القديم أوزوريس؟ وبمجرد فتح البدويين دول المقبرة بيصابوا بمرض غريب وبيموتوا في ظروف غامضة، وبعدها بتتقفل المقبرة وبيخاف أي حد يقرب منها، لغاية ما حكاية المقبرة ديت بتوصل للمخابرات الروسية الكي جي بي. وكان الهدف الرئيسي بقى للبعثة ديت هو الكشف عن قاعة السجلات السرية الموجودة في مكان ما في هرم خوفو، واتعرفت المقبرة المريبة اللي احنا بنتكلم عنها دي بعد كده بمقبرة الزائر، وهنعرف ليه اتسمت بالاسم ده. وبدأوا يفتحوا تابوت المقبرة، وأول غطى التابوت ما انفتح بيطلع دخان غريب على غير العادة، وبتظهر لأول مرة مومياء التابوت، وهي كمان كان شكلها غريب جدا ومختلفة. لا وكمان قال انهم لقوا كتابات ونقوش على جدران المقبرة دي، وترجمت الكلام ده ان المقبرة دي مكرسة لعودة ذو الأجنحة. وبالمناسبة على فكرة الملف ده اتسمى عند المخابرات الروسية باسم ملف اختطاف الكي جي بي السري. ومع تدقيق البحث بقى اتعرف ان ال 12 سائح روسي دولي ما كانوش سياح عاديين، لكنهم بينتموا لطائفة دينية اسمها ذا فولورز او التابعين، والجماعة دولي باختصار كانوا بيعبدوا الاله اوزوريس. عزيزي المشاهد، انا جاي لك النهارده بفيديو لفيلم وثائقي، هو حصري لينا، حصري لسرداب الملك، ومحدش اتكلم عن الموضوع ده قبل كده كتير. ولو ثبت صحة الفيديو ده بقى فهو هيدعم بقوة النظرية اللي بتقول ان مخلوقات غريبة او فضائية هي اللي ساعدت في نشأة الحضارة المصرية القديمة، وكانت سبب كبير في التطور العظيم في كل العلوم اللي قدرت الحضارة المصرية القديمة توصل لها. ولو سألتني انا بقى عن رأيي في الموضوع ده، رأي سرداب الملك، فانا هقول لك رأيي بالظبط وما تقلقش، بس في اخر الحلقة بتاعتنا. بس تعالى الاول احكي لك ايه هي حكاية الفيلم الوثائقي المريب ده، وهل فعلا الحضارة المصرية قامت بمساعدة الفضائيين وكائنات غريبة ولا ايه بالظبط؟ وايه هي حكاية اعادة احياء الاله المصري القديم اوزوريس، واللي قالوا ان هو كائن فضائي كان جه لزيارة كوكب الارض، وده كان من 13000 سنة، وانه نقل كل المعارف القديمة للقدماء المصريين. في يوم 29/7/2016 بتطلع علينا الصفحة الرسمية لصحيفة ديلي اكسبريس الانجليزية المشهورة بمقال مدعم بوثائق وفيديوهات، وبتأكد الصحيفة انه تم تسريبها عن طريق المافيا الروسية، واللي قام بتسجيل الوثائق والفيديوهات ديت هي المخابرات الروسية والاتحاد السوفيتي والمعروفة باسم الكي جي بي. والمقال هو اللي بيظهر قدامك ده دلوقتي عزيزي المشاهد، وده من الموقع الرسمي لصحيفة ديلي اكسبريس، وممكن تتأكد من ده بنفسك، وده كان بتاريخ 29/7/2016. طيب المقال ده بيحكي عن ايه بقى؟ تعال وانا اقول لك. المقال بيقول انه في احد ايام شهر نوفمبر سنة 1960 بيتم اكتشاف مقبرة سرية في مصر في منطقة بالقرب من أهرامات الجيزة، وده كان عن طريق 2 من البدو وبطريق الصدفة. وبمجرد فتح البدويين دول للمقبرة بيصابوا بمرض غريب وبيموتوا في ظروف غامضة، وبعدها بتتقفل المقبرة وبيخاف أي حد يقرب منها، لغاية ما حكاية المقبرة ديت بتوصل للمخابرات الروسية الكي جي بي. وفي الوقت ده كان بينها وبين المخابرات الأمريكية تنافس كبير في مين منهم يسبق التاني في مجال التكنولوجيا والحرب، وعلشان كده المخابرات السوفيتية كان عندها خطة للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، لأنها بالنسبة ليهم كانت مصدر كل العلوم والمعرفة، وكان عندهم رغبة كبيرة في التعرف على أسرار الحضارة دي واستخدامها بطريقة ما في التطور العسكري بتاعهم. ومن هنا فكرت الاستخبارات الروسية الكي جي بي انهم يقوموا بمشروع سري ويبعتوا بعثة علمية سرية لمصر بتتكون من علماء آثار من أكاديمية العلوم السوفيتية وضباط استخبارات سوفيت. وكان الهدف الرئيسي بقى للبعثة ديت هو الكشف عن قاعة السجلات السرية الموجودة في مكان ما في هرم خوفو، واللي موجود فيها معظم علوم الأرض زي ما اتكلم عنها هيرودوت، واللي حاول أكتر من حد انه يوصلها قبل كده ومعرفش، زي الخليفة العباسي المأمون، واللي قال البعض ان الفتحة اللي عملها الخليفة العباسي المأمون في هرم خوفو كان الغرض منها هو اكتشاف كنوز الهرم، بس ده مش صحيح.
الخليفة العباسي المأمون كان بيدور هو كمان عن قاعة السجلات السرية بس معرفش يوصل لها. وعلى فكرة الفتحة اللي هو فتحها في الهرم هي اللي بنستخدمها دلوقتي في الدخول للهرم، وانا اتكلمت قبل كده في اكتر من فيديو عن قاعة السجلات السرية دي الموجودة في الهرم. المهم ان ده كان الهدف الاساسي للعملية السرية للمخابرات الروسية في مصر. ولما سمعت البعثة عن المقبرة المريبة اللي تم اكتشافها في مصر واللي مات بسببها الاتنين البدويين، سافروا لمصر بسرعة، وده علشان يكتشفوا سر المقبرة دي، وكان عندهم أمل إن تكون المقبرة دي هي قاعة السجلات السرية اللي هما بيدوروا عليها. لكن حصلت مفاجأة كبيرة زي ما بتحكي صحيفة ديلي إكسبريس. طب يا ترى إيه هي المفاجأة دي؟ أنا هقول لكم. صحيفة ديلي إكسبريس بتحكي على لسان الدكتور فيكتور إيفينوفيتش، واللي بيظهر قدامكم في الفيديو ده أو في الفيلم الوثائقي ده، وعلى فكرة هو اتصور سنة 2001. الدكتور إيفينوفيتش ده كان بيشتغل مستشار علمي سابق في الكريملين. الراجل بيحكي ويقول إن المخابرات الروسية سمت المشروع السري في مصر ده باسم مشروع أوزوريس السري، واتعرفت المقبرة المريبة اللي احنا بنتكلم عنها دي بعد كده بمقبرة الزائر، وهنعرف ليه اتسمت بالاسم ده. الفيديو اللي قدامكم زي ما انتم شايفين بيظهر مجموعة من ضباط المخابرات الروسية ومعاهم علماء آثار وبيدخلوا المقبرة. وعلى فكرة الفيديو ده تم تصويره سنة 1961، يعني بعد وفاة الاتنين البدويين بسنة واحدة. بيدخل ضباط المخابرات الروسية للمقبرة وبيقول إيفانوفيتش انهم بمجرد دخولهم للمقبرة بدأوا يحس بطاقة سلبية غريبة بتحاول تبعدهم عن المكان ده، وكأنها بتقول لهم وجودكم غير مرغوب فيه، لكنهم حاولوا يكملوا مهمتهم للنهاية بالرغم من إحساسهم بالطاقة السلبية والنفور ده، وبدأوا يفتحوا تابوت المقبرة زي ما انتوا شايفين. وأول غطى التابوت من فتح بيطلع دخان غريب على غير العادة، وبتظهر لأول مرة مومياء التابوت، وهي كمان كان شكلها غريب جدا ومختلفة، فطولها أطول من الطول المعتاد للمومياوات المصرية. طولها كان معدي 2 متر على فكرة، وملامح المومياء بتشبه لحد كبير نفس الملامح اللي صورتها الأفلام الأمريكية للكائنات الفضائية. إيفانوفيتش بيقول إن اللقطات اللي بتظهر قدامنا ديت لقطات نادرة جدا لمهمة سرية قامت بيها المخابرات الروسية في مصر، والمهمة ديت اسمها مشروع أوزوريس. إيفانوفيتش بيقول إن اللي طلع لهم في التابوت ده كانت بقايا لمومياء لكائن غريب مات في مصر من أكتر من 10,000 سنة، وعرفوا ده طبعا من خلال تحليل الكربون اللي عملوه للموميا، وإن الكائن الغريب ده كان في مهمة لمصر من أكتر من 11,000 سنة. ومعنى كلام إيفانوفيتش ده إن وجود الكائن ده كان بيسبق كل عصور أسرات مصر القديمة، حتى عصر بناء الأهرامات. وبيستند إيفانوفيتش في ادعاءاته ديت لأسطورة مصرية قديمة، بس أنا بصراحة أول مرة أسمع عنها. والأسطورة بتقول أن أسرة أحد الأرباب نزلت ذات يوم من السماء إلى أرض مصر، حيث نقل هؤلاء إلى المصريين العلوم والحكمة، وحين اكتملت مهمتهم عادوا إلى أدراجهم إلى السماء، باستثناء أحدهم إنه أوزوريس، والذي بقى بين المصريين لحماية وحفظ العلوم الغابرة. ومعنى كلام إيفانوفيتش ده بقى إن الكائن الغريب اللي لقوه في التابوت بتاع المقبرة المريبة أو مقبرة الزائر هو الإله أوزوريس عند المصريين القدماء، وحسب كلامهم فإن أوزير كده هو كائن فضائي. لأ، وكمان قال إنهم لقوا كتابات ونقوش على جدران المقبرة دي، وترجمت الكلام ده إن المقبرة دي مكرسة لعودة ذو الأجنحة. وبالمناسبة على فكرة الملف ده اتسمى عند المخابرات الروسية باسم ملف اختطاف الكي جي بي السري. اسم غريب صح؟ بس أنا هعرفكم هو ليه تسمى بالاسم ده تحديدا، وإيه علاقة الاسم ده بحادثة اختطاف 12 سائح روسي من داخل هرم خوفو سنة 1985، وعلاقة الاختطاف ده بموضوع إعادة إحياء أوزوريس. في يوم 23 إبريل سنة 1985 ظهر فوج سياحي وعددهم تحديدا 12 سائح روسي، حضروا في مهمة خاصة لزيارة منطقة الأهرامات، والمهمة ديت اتعرفت باسم إعادة إحياء الإله أوزوريس. المجموعة ديت دخلت الهرم الأكبر واختفوا تماما، والسلطات الروسية والمصرية قلبوا عليهم الدنيا بس ما لقوش ليهم أي أثر للأسف. زي ما تكون كده الأرض اتشقت وبلعته، لكن المرة دي مش الأرض اللي انشقت وبلعته، دي السماء هي اللي خطفته. والحدث ده هز الرأي العالمي كله سنة 1985، وبدأ الكل يسأل إيه اللي حصل للسياح الروس داخل هرم خوفو، وهل اختفائهم ده كان له علاقة بمشروع أوزوريس السري؟ السلطات المصرية والروسية بدأوا يتعاونوا في البحث
عن الفوج الروسي ده، واللي اختفوا وما بقاش لهم وجود بطريقة غامضة. ومع تدقيق البحث بقى اتعرف ان ال 12 سائح روسي دولي ما كانوش سياح عاديين، لكنهم بينتموا لطائفة دينية اسمها ذا فولورز او التابعين، والجماعة دول باختصار كانوا بيعبدوا الاله اوزوريس اللي هو اله البعث والحساب ورئيس مملكة الموتى عند الانسان المصري القديم. والطائفة دي اتكونت اساسا في روسيا بعد احداث مقبرة الزائر اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، واللي كانت سنة 1961. ومن سنة 1961 كانت بداية الطائفة دي، والمجموعة دي جت بالذات يوم 23 ابريل، مش كده وخلاص، لان في اليوم ده وحسب اعتقادهم الديني انه هيتفتح في اليوم ده بوابة معينة هيقدروا من خلالها انهم يتواصلوا مع الاله اوزوريس اللي هو الههم يعني، وهيكون مركز البوابه اللي هتنفتح دي هو هرم خوفو. وبعد فتره من البحث عن الطائفه دي من السياح، تم العثور على كاميرات الفيديو بتاعتهم، واللي لقوا انه متسجل عليها فيلم واحد ومدته دقيقتين، والفيديو ده كان بيوثق الزياره بتاعتهم وبيصورهم من اول ما نزلوا من فندق الهيلتون اللي كانوا مقيمين فيه، وبعدين ركبوا الاتوبيس بتاعهم اللي وداهم الاهرامات، ومنها دخلوا الهرم الكبير وبداوا يادوا الطقوس الدينيه بتاعتهم لاعاده احياء الاله اوزوريس من جديد. ودي كانت مهمتهم الرسميه، واللي المفروض ان الروس كانوا لقوا الجثه بتاعته في تابوت مقبره الزائر سنه 1961، وعلشان كده هم عايزين يعملوا اعاده احياء لاوزوريس. السياح بداوا يركعوا على الارض ويتلوا بعض الطقوس والشعائر الدينيه، وفجاه بدا يظهر نور ابيض شديد ويضرب في وش السياح دولي، وبعدها اختفى السياح نهائيا، ومحدش بقى عارف السياح دولي اختفوا وراحوا فين لغايه دلوقتي، غير بعض الاراء بقى اللي بتقول ان كائنات فضائيه خدتهم معاهم لفوق. طبعا انتوا عايزين بقى تعرفوا راي سرداب الملك في الموضوع ده كله ايه، هل الموضوع ده صح ولا تاليفه؟ تمام، بصوا انا ضد الحجر على راي اي حد، في ناس ممكن تؤمن بالموضوع ده وتصدقه جدا، لكن انا بصراحه بشوف ان كل البروباجندا اللي بتحاول الصحافه العالميه انها تصدرها لنا ديت ما هي الا مجموعه من الخزعبلات والخرافات وقصص من الخيال العلمي اللي هم شاطرين فيها قوي، وانتم ادرى بقى بالدراما الامريكاني وبافلام الخيال العلمي وافلام الاي تي والحاجات اللي صعب اللي احنا نصدقها دي. طيب بصوا خلينا نمشي حسب كلامهم وحسب هواهم. هم بيقولوا ان الكائن الغريب اللي لقوه في التابوت ده كان طوله بيعدي 2 متر. طيب هو ما فيش مصريين طولهم يعني بيزيد عن 2 متر؟ لا طبعا فيه. وكمان على فكره احنا بنشوف في الافلام الامريكيه بتاعتهم دايما ان الكائنات الفضائيه بيبقى طولها قصير جدا، فازاي بقى هم بيقولوا ان الموميا ديت طولها بيعدي 2 متر؟ ودي نقطه. تاني نقطه، هو فين اصلا موقع مقبره الزائر دي، وخصوصا بقى ان وقت اكتشافها مش قديم قوي، يعني كان سنه 1961، والحسن حظهم بقى انه تم اكتشاف في مصر مقابر قبل التاريخ ده بكتير وعارفين مكانها بالتحديد، زي مقبره مثلا الملك بوسوسنس الاول في صان الحجر، او المقبره المشهوره بتاعتنا مقبره الملك توت عنخ امون واللي تم اكتشافها سنه 1922، يعني قبل التاريخ ده بكتير وعارفين مكانها فين بالظبط. لكن مقبره الزائر دي قولوا لي هي فين بالظبط علشان اعرف اصدقكم. عارفين احنا ما نعرفش مكانها ليه؟ علشان هي مش موجوده اصلا. انا عايز اكد لكم ان الفيلم اللي انتم شفتوه ده بالتاكيد انه فيلم متفبرك، بس مع كل اللي انا قلته لكم من شويه ده انا زي ما قلت لكم في الاول ان مش بحجر على راي اي حد، فاي حد بقى مصدق الموضوع ده براحته. بس عايز انبه بقى في نهايه الحلقه بتاعتنا ديت ان في محاولات مستميته من الغرب انهم ينفوا الحضاره المصريه دي عن المصريين، فمره بقى يقول لك كائنات فضائيه، ومره بقى يقول لك ان اللي ما يتسموش هم اللي بنوا الهرم، والحاجات بقى اللي انتوا عارفينها دي. بس انا عايز ااكد ان الحضاره المصريه اللي بناها هم المصريين ومفيش حد غيرهم خالص. وبكده خلص الفيديو بتاعنا، بس الكلام مع سرداب الملك عن الحضاره المصريه ما بيخلصش، فاستنونا بقى في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.